التحية متجددة بكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. هكذا شاهدتوا منافسة سن الكبار في هذا اليوم ضمن مكرمة سيدي رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. هكذا نذكر بصاحب التوقيت الأفضل في هذا اليوم من خلال انطلاقات سن الكبار من مسافة 5 كيلومترات. النادر هو من حضر في الشوط الماضي ليدون التوقيت الأفضل من خلال تواجد شعار محمد بن عبيد بن يميع السبوسي، قطع 5 كيلومترات في زمن مقداره في أيضا 8 دقائق و13 ثانية. هو من يدون التوقيت الأفضل. هكذا يسير شوط جديد من أشواط الخير والبركة، شوطنا 11 الخاص بمنافسة الزمول. نسير إلى مقدمة هذا الشوط، نتابع المركز الأول والصدارة الأولى. هنا متقدم على المقدمة الأولى، على مقدمة هذا الشوط هملول لحارب بن محمد بن حمد الافتبي من يتقدم المشاركين، بينما ننتقل إلى المركز الثاني. أرى الغدوم والانطلاق على المركز الثاني في هذه اللحظة من مياس حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة يتقدم على ثاني المراكز، بينما ننتقل إلى المركز الثالث. هنا يتقدم مسعاف بشعار سعيد بن حمد بن دري الفلاحي، يتواجد مسعاف وانطلاقته مع المركز الثالث، بينما ننتقل إلى المركز الرابع. المركز الرابع نشوف اللي وصلنا في هذه اللحظات، الشارد عيسى بن عبد الله بن يميع السبوسي مع المركز الرابع، بينما في المركز الخامس يتقدم هذا هنا متباهي سعيد بن حمد بن دري الفلاحي، متواجد مع المركز الخامس وسادس المراكز. هنا أشوف مع المركز السادس يتقدم مرموق بشعار سعيد بن حمد بن دري الفلاحي، وثامن أو في المركز السابع يتقدم هنا على سابع المراكز النادر أحمد بن عبيد بن راشد بن يميع السبوسي، متقدم مع المركز السابع، بينما في المركز الثامن نراقب ثامن المراكز. يأتينا هنا الثابت بشعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم وسيف بن خلفان الغويص السويدي، يتابع في التضمير مع المركز الثامن وتاسع المراكز. يتقدم النشيط بشعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم وسيف بن خلفان بسيف الغويص، وعاشر المراكز. نراقب هنا الغدوم من قبل هنا مبسوط بشعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، وسيف بن خلفان الغويص يتولى عملية تضميره وتدريبه. هكذا النتيجة، هكذا النداء للعشر المراكز الأولى. وفينا لمسامعكم هذه الأسماء التي سيطرت منذ البداية بالانطلاق وفي التحدي على العشرة المراكز الأولى. ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول وإلى البداية الأولى من خلال هذا الانطلاق والاندفاع. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة.
اللي مسيطر منذ البداية ومنذ انطلاقة البداية بالفعل. هذا هملول اللي مسيطر مع المركز الأول حارب بن محمد بن حمد الافتبي على الصدارة، بينما في المركز الثاني مسعاف، مسعاف بشعار سعيد بن حمد بن دري الفلاحي يقدم لنا مسعاف على مركز الوصافة على المركز الثاني، بينما في المركز الثالث وصلنا مياس حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة متقدم مع المركز الثالث، بينما في المركز الرابع أشوف الثابت وصل، وصل الثابت بشعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم ويتابع في عملية الترمير أحد المضمرين الخطيرين بالفعل سيف بالخلفان الغويص من يتابع في عملية الترمير والتدريب، بينما في المركز الرابع يتقدم على رابع كزم المركز الخامس. نعم ياتي في هذه اللحظات، هذا هو مرموق سعيد بن حمد بن دري الفلاحي. الله الزمول، الزمول اللي له تاريخ، اللي له انجازات حضرات اليوم بالتحدي وبالمنافسة في بداية هذا الموسم الجميل. ما شاء الله مسعاف، مسعاف، مسعاف اللي على المركز الأول، اللي على البداية الأولى بشعار سعيد بن حمد بن دري الفلاحي الجري، الجري من يقدم لنا مسعاف صاحب الانجازات الغويه. الله يا سلام. المركز الثاني هنا بن حلوكه، بن حلوكه يقدم مياس حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكه مع المركز الثاني، بينما في المركز الثالث الثابت بشعار سمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم وسيف بن غلبان الغويص يتابعه في عملية الترمير. الله 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 الله، اللحظات الأخيرة، اللحظات النهائية، السلامات إلى وين؟ هل إلى رأس الخيمة أم إلى أهالي مدينة العين؟ للمرة الرابعة على التوالي سلام يا زاخر، سلام، سلام يا الجري، سلام، سلام يا شاعر الغمة سعيد بن حمد بن دري الفلاحي يفوز بالنقطة الرابعة مع مسعاف. تهانينا والناموس، بينما مياس وصل بالمركز الثاني بشعار حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة، والمركز الثالث كان الوصول من الثابت مشاهدين الأعزاء بشعار سمو الشيخ أحمد بن أيضا بن سعيد المكتوم، والمركز الرابع، المركز الرابع وصل في الشارد عيسى بن عبد الله بن يميع السبوسي، وخامس المراكز وصل متباهي لسعيد بن حمد بن دري الفلاحي. هكذا مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء النتيجة للخمسة المراكز الأولى، وتحنيتنا والناموس نزفها إلى شاعر الغمة سعيد بن حمد بن دري على تفوق هذه الذلل وهذه الزمول في هذا اليوم بالنغاط. التوقيت الزمني 8:38 هو التوقيت الزمني الذي رافق مسعاف. تهانينا لسعيد بن حمد بن دري، والتحنية لأحمد بن سعيد بن دري كذلك، والمضمر الزبون يستاهل التحية على العناية. تهانينا والناموس للجميع.